انا من قبل ما اقرا المسلسل بحب عمر الخيام، يعني بحب الشخصيه دي، وبحب فكره ان هو شاعر بس في نفس الوقت هو عالم فيزياء ورياضيات. يعني يمكن عشان انا برضو خريج هندسه مدنيه سيفل انجينيرنج ومسرح، ففي التو سايدز بتوع البرين دول شغالين يعني. فبحب الناس اللي هي كده، وبحب شعره جدا. ولما قريت المسلسل وشفت استاذ عبد الرحيم كمال كاتب عمر الخيام ازاي، عشان هو مسلسل يعني ابطال واباطيل من واحد تاريخ، اللي هو فيه مش كله 100% لويل للحقيقه، بس طبعا الشخصيات معالمها حقيقيه وواضحه جدا. حبيت قوي تناول استاذ عبد الرحيم كمال لشخصيه عمر الخيام، وانا اصلا بحب كتاباته جدا من ايام والنوس، اللي هو كان اول مسلسل ليا في مصر كان من كتابته. فلما شفته هو كاتب عمر الخيام ازاي حبيت الشخصيه اكتر. التصوير كان صعب جدا، كان في التزام على مده طويله من شهر 7 السنه اللي فاتت لحد دلوقتي، وده نادرا ما بيحصل في مسلسل رمضاني. وهنا برضو لازم يعني نتكلم على المجهود اللي سينرجي والمتحده بذلوها لانهم يوصلوا المسلسل ده باحلى صوره. يعني مسلسل زي ده ما ينفعش يتعمل بنص نص، يعني هو لازم يتعمل بالشكل اللي بيليق عليه، بيست برودكشن. سو ات واز ا فيري هاي برودكشن، والناس اكيد حست ده من الصوره، من اللبس، من اللوكيشنز، من كل حاجه يعني. وبيتر ميمي برضو كمخرج عمره ما هيعمل بروجكت زي ده لما يبقى متاكد 100% ان هو بيعمل افضل اللي اتعمل، يعني افضل من كل حاجه اتعملت قبليه. وانا كنت سعيد جدا بصراحه ان بقالي سنتين ما عملتش حاجه في مصر، كنت بصور في امريكا وبصور برضو مسلسلات عربيه مشتركه، فكنت سعيد ان رجوعي للدراما المصريه كان من خلال الحشاشين، فده اللي فرحني جدا. كواليس صعبه طبعا، ولازم برضو نتكلم، اصل الممثلين كل الناس بتشوفهم وبتهنينا وبيتكلموا علينا، بس المهم برضو ندي حق للكرو، لفريق العمل ورا الكاميرا، يعني مدير التصوير استاذ حسين عصر، مهندس ديكور استاذ احمد فايز، اللبس، الميك اب، الشعر، كل الناس اشتغلت بجد، اشتغلت بقلب، وده واضح يعني، الناس بتشوف ده لما تتفرج على المسلسل. فالحمد لله ان المسلسل اتعمل بالشكل ده والناس حباه بالشكل ده.